خليني اسالك يعني كابتن ابراهيم، ويمكن اهتمامه بصحته وده فكره الوقايه بقى اللي احنا بنتكلم فيه والاهتمام بالصحه كابتن. احنا هنتكلم في الكوره، بس انا من يهمني واحنا نجوم كبار وموجودين معانا ان احنا نوجه الناس، نوعيهم بص الاهتمام بالصحه، الاكل والشرب والغسيل الايد والكلام ده مهم جدا بص ده اكيد شيء انت. طبيعي. انت بس هي المشكله اللي احنا بنقابلها في مصر ان احنا ما شاء الله اي حد بيقابل حد بيبوسه. دي مشكله لا لا دي يعني حقيقة. بجد، يعني دي مشكله كبيره جدا بنقابلها، ودي على فكره بتبقى محبه ما بينك وبين اصدقائك او ما بين ناس حتى بيحبوك. فهي النقطه بس ان يبقى يعني نحاول نقلل الموضوع ده شويه عشان الموضوع ما ينتشرش اكتر. وانا عارف ان دلوقتي اي حد بيجي يسلم على حد تلاقيه واخده بالحضن لا ويبوس لا لا اربع لا انا بوسات. خلاص فاهم قصدي؟ قررت. بص هو لا في سلام كده بالكوع فهي كده. نحاول على في قد سلام. ما نقدر برضو موضوع الشيشه اللي انت كنت عايز تتكلم فيه، واخد بالك يعني ده برضو ممكن اصل ينقل. ابراهيم يعني من هو لعيب بيحبها في عشق يعني بينهم. احنا خلصنا من اسلام، هتطلع له انت لا كابتن. انا بقول لك يعني انت قابلته هو في انجلترا، انت شفته قابلته في انجلترا. لا التجمعات بقى وقابلته في تونس منتخب مصر، انا نزل معايا يدور، عارف انت اللي هو كلمة جازة، خلي بالك بيدور على حد حبيبه مش هو واحدة لوحده، بس حبيبته عشان ما نظلموش ما مش اما هو لوحده كله اللي كان لعيبة بيعمل كده كتيرة. في الوقت ما هو ده. عشان كده ما جابوش حاجة، هو ده ما جابش غير لما بطل في 2006 و2008 مش كده؟ 2008 جاب البطولتين لما الكابتن حسن كنت شحاتة بقى مبطل في مسكهم. الوقت ده شيشة؟ لا لا مالهاش دخل، انا ما كنت بشرب سجاير برضو عادي. يعني ما فيش انت عايز شرب تبقى سجاير مثل، عادي عايزين مثل قدوة. اللي بس هو عايز اقول لك حاجة، هو الموضوع طبعا انا الموضوع دعابة وهزار وكده، فالموضوع مش يعني نحاول نقدر على قد ما نقدر نقلل التجمعات شويه يا كابتن مجدي، حتى صح لو في تجمعات يعني ما يبقاش في بقى حد يشوف حد يسلم على حد، يعني ما يبقاش في يعني ايه قرب اكتر من اللزوم عشان طيب، الموضوع ما ينتشرش ويبقى ايه نوصل نتمنى ان لجزء الناس تاخد كده بالها صعب لان شويه. الاجراءات الوقائيه دي مهمه جدا.